second Shaykh. Su'al al-akhir, ay a'mal as-salih yastafid al-imwat minhu, yani واحد. ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات من هذا من قطع عمل ولا من غلاء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح ندعو هذه ويدخل في ذلك تسبيل الماء بناء المساجد الصدقات فتح الطرق طباعة الكتب فتح يعني المكاتب الدعوية كل الأعمال الصالحة داخلة في الصدقة الجارية نعم. أما قراءة القرآن للميت أو الصلاة على الميت أو ما شابه أو التسبيح على الميت هذا ما ورد فيه شيء من الصحابة رضي الله عنهم. إن كان واحد يريد أن يتصدق مثل يشتري قرآن نيابة عن الميت يعني هو لا بأس نعم هو ينوي بس ينوي ويشتري مصحفا وأعطاه من أجل أن يكون ثواب لأبيه ولأمه هذا جائز بل لو أعطى تمرة نعم لو أعطى تمرة وأعطى رغيفا ونوى الثواب للميت يصله إذا كان الميت على الإسلام نعم جزاك الله خير شيخنا حياكم الله يحييك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام